برعاية نقابة أطباء سوريا، الرابطة السورية للعلوم العصبية عقدت مؤتمرها العلمي الثالث ضمن نشاطها العلمي لعام 2016 تحت عنوان الصداع، بمشاركة واسعة من عدة محافظات. وتضمن المؤتمر عدة محاور، منها مرض الشقيقة منذ تاريخها ومناقشة آخر المستجدات العلمية في مجال علاجها، كما تضمن المؤتمر معرض طبي دوائي. لأن ما تقوم به الروابط من فعاليات علمية يعتبر خطوة في تعزيز العلوم الطبية، ويجسد دور نقابة أطباء سوريا في أداء واجبها وتحقيق أهدافها في تحسين الرعاية الصحية للمواطنين ونشر المعلومات الطبية العلمية وتقوية أواصر التعاون بين الزملاء الأطباء وتنشيط البحث العلمي والدراسات العلمية للأمراض الشائعة، مما يشكل قيمة مضافة لأداء أطبائنا تجاه وطنهم ومواطنهم. نحن هالمرة اخترنا موضوع الصداع كونه موضوع شائع كتير وعم نعاني منه كتير بهالأزمة، خصوصي موضوع صداع التوتري، صداع النفسي المنشأ، صداعات التانية. طبعا هذا الشيء بيخلينا نركز على أنواع الصداع وآلية علاجه وكيفية تشخيصه بشكل سليم ونقدر نعالجه بشكل مستمر. طبعا نحن مدينة حلب الحمد لله أمورنا بخير، وطبعا عنا صداع بس إن شاء الله رح نتجاوزه فترة قريبة ويكون كل شيء بخير وترجع حلب وحدة موحدة. تنظيم الندوات بهذا الظرف بصراحة هو إنه يعني رسالة للكل إنه نحن هون بسوريا لسه في شعب حي رغم كل الظروف، رغم كل المصاعب اللي عم تواجه حتى أطبائنا. هلا نحن هون في عنا أطباء جايين من حلب، في أطباء جايين من اللاذقية، في أطباء جايين من حمص. يذكر أن المؤتمر يستمر يومين بمتابعة علمية للبحث الطبي في مجال العلوم العصبية.